التعبئة الإيمانية قبيل المعركة. لما ترى الجمعان وتبارز الفريقان، وعظ أبو عبيدة رضي الله عنه المسلمين فقال: عباد الله، انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فإن وعد الله حق. يا معشر المسلمين، اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار. ولا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليها خطوة، ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق، يعني بالدروع، والزموا الصمت إلا من ذكر الله في أنفسكم حتى آمركم إن شاء الله تعالى. فخرج معاذ بن جبل رضي الله عنه فجعل يذكرهم ويقول: يا أهل القرآن ومستحفظي الكتاب وأنصار الهدى وأولياء الحق، إن رحمة الله لا تنال وجنته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا الصادق المصدق. ألم تسمعوا قولي تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم فرارا من عدوكم وأنتم في قبضته، وليس لكم ملتحد من دونه ولا عز بغيره. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: يا أيها المسلمون، غضوا الأبصار واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم، حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا إليهم وثبت الأسد، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه، والله العظيم، ويمقت الكذب ويعاقب عليه ويجزي بالإحسان إحسانا. لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كفرا كفرا وقصرا قصرا، يعني الشام، فلا يهولنكم جموعهم ولا عددهم، فإنكم لو صدقتموهم الشدة تطايروا تطاير أولاد الحجر، يعني هربوا منكم كالطيور. وقال أبو سفيان رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، إنكم قد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل، نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين، فقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه، وقد وترتموهم في أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وديارهم. والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، فامتنعوا بسيوفكم وتعاونوا، ولتكن هذه هي الحصون. نعم، كذلك ممن خطب في ذلك الوقت أبو هريرة رضي الله عنه، وكان مما قال: سارعوا إلى الحور العين وجوار ربكم عز وجل في جنات النعيم، وما أنتم إلى ربكم في موطن بأحب إليه منكم من مثل هذا الموطن. وجعل معاذ بن جبل كلما سمع أصوات القسيسين والرهبان يقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبب إلينا اللقاء وأرضنا بالقضاء. أما الروم فقد قدمت الروم بخيلائها وفخرها، وقد سدت أقطار البقعة لسهلها ووعرها، كأنهم غمامة سوداء يصيحون بأصوات مرتفعة، ورهبان يتلون الإنجيل ويحثونهم على القتال. ونزل الروم بمنطقة الواقوصة قريبا من اليرموك، وصار الوادي خندقا عليهم، وتعبأ الروم أيضا باستخدام أسلوب الكراديس في خطين، كل خمسة في دائرة يفصل بينهم وبين الخمس الأخرى فاصل. كان ترتيبهم القتالي: الرماة في المقدمة، واجبهم أن ينشبوا القتال، ثم الانسحاب إلى الوراء وإلى الأجنحة، الخيالة في الجناحين، واجبهم حماية الرماة حتى انسحابهم من الخلف، المشاة واجبهم الاقتحام، وقائد المقدمة جرجة، وقائد الجناحين ماهان واندراقوس. المفاوضات قبل القتال: لما تقارب الناس تقدم أبو عبيدة ويزيد بن أبي سفيان نحو جيش الروم، ومعهما ضرار بن الأزور والحارث بن هشام، ونادوا: إنا نريد أميركم لنجتمع به. فآذن لهم في الدخول على تذارق أخو إمبراطور الروم، وهو جالس في خيمة من حرير، فقال الصحابة: لا نستحل دخولها، ما ندخل مكان فيه حرير. فرشوا له من حرير، فقالوا: لا نجلس عليه. فجلس معهم حيث أرادوا، وبدأوا تفاوضوا على الصلح، ولكن تكلم معهم ماهان
نتفرض على الصلح ورجع عنهم الصحابة بعدما دعوهم إلى الله عز وجل وإلى الإسلام ولم يتم ذلك. كما أن ماهان طلب خالد ليبرز إليه فيما بين الصفوف فيجتمعا في مصلحة لهم، فقال ماهان: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إن الجهد والجوع، فهلموا إلي أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعام وترجعون إلى بلادكم، فإذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. فقال خالد: إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غير أن قوم نشرب الدماء، وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. فقال أصحاب مهان: هذا والله ما كنا نحدث به عن العرب. يعني يا لطيف على الوعد وعناها مع العرب. إنشاب القتال. لما تكامل الاستعداد ولم تنجح المفاوضات، تقدم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو، وهما على مجنبتي القلب أن ينشبا القتال، فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز، وتنازل الأبطال وتجاولوا وحميت الحرب وقامت على ساق. هذا وخالد رضي الله عنه مع كردوس من الحماة الشجعان الأبطال بين يدي الصفوف، والأبطال يتصاورون بين يديه، وهو ينظر ويبعث إلى كل قوم من أصحابه بما يعتمدونه من الأفاعيل ويدبر أمر الحرب أتم تدبير. وقبيل الحرب خرج جرجة وهو أحد الأمراء الكبار من الصف، واستدعى خالد بن الوليد فجاء إليه حتى اختلفت أعناق فرسيهما. فقال جرجة: يا خالد أخبرني فاصدقني، ولا تكذبني فإن الحر لا يكذب، ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله. هل أنزل الله على نبيكم سيفا من السماء فأعطاكه فلا تسله على أحد إلا هزمتهم؟ قال: لا. قال: فبما سميت سيف الله؟ قال: إن الله بعث فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، فدعانا فنفرنا منه ونأينا عنه جميعا، ثم إن بعضنا صدقه وتابعه، وبعضنا كذبه وباعده، فكنت في من كذبه وباعده، ثم إن الله أخذ قلوبنا ونواصينا فهدانا به وبايعنا، فقال لي: أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين، ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك، فأنا أشد المسلمين على المشركين. فقال جرجة: يا خالد إلى ما تدعونا؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار بما جاء به من عند الله عز وجل. قال: فمن لم يجبكم؟ قال: فالجزية ونمنعهم. قال: فإن لم يعطها؟ قال: نؤذنه بالحرب ثم نقاتله. قال: فما منزلة من يجيبكم ويدخل في هذا الأمر اليوم؟ قال: منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا، شريفنا وضيعنا وأولنا وآخرنا. قال جرجة: فلمن دخل فيكم اليوم من الأجر مثل ما لكم من الأجر والذخر؟ قال: نعم وأفضل. قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ فقال خالد: إنا قبلنا هذا الأمر عنوة، وبايعنا نبينا وهو حي بين أظهرنا، تأتيه أخبار السماء يخبرنا بالكتاب ويرينا الآيات، وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع، وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج، فمن دخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا. فقال جرجة: بالله لقد صدقتني ولم تخادعني. قالت: الله لقد صدقتك، وأن الله ولي ما سألت عنه. فعند ذلك قلب جرجة الترس ومال مع خالد وقال: علمني الإسلام. الله أكبر. فمال به خالد إلى فسطاطه، فسن عليه أن يعني صب عليه قربا من الماء، ثم صلى به ركعتين. وحملت الروم مع انقلابه إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة، فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا حامي عليهم عكرمة والحارث من هشام. مسيرة الروم أو ميسرة الروم تحمل على ميمنة المسلمين. تقدمت صفوف الروم وأقبلت بقطع الليل للقيام بهجوم عام على الجيش الإسلامي، وحملت ميسرتهم على ميمنة المسلمين، فانكشف قلب الجيش الإسلامي من ناحية الميمنة، واستطاع الروم إحداث ثغرة في صفوف المسلمين والتسلل إلى مؤخرتهم. فصاح معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا عباد الله المسلمين، إن هؤلاء شدوا للشد عليكم، ولا والله لا يردهم إلا صدق اللقاء والصبر على البلاء،
ثم نزل عن فرسي وقال: من أراد أن يأخذ فرسي ويقاتل عليه فليأخذه، وآثر بذلك أن يقاتل راجلا مع المشاة. وثبتت قبائل الأزد ومذحج وحضرموت وخولان حتى صدوا أعداء الله، ثم ركبهم من الروم أمثال الجبال، فزال المسلمون من الميمنة إلى القلب، وانكشفت طائفة من الناس إلى العسكر، وثبت سور المسلمين العظيم وثبت سور من المسلمين عظيم يقاتلون تحت راياتهم. ثم تنادوا فتراجعوا حتى نهنهوا من أمامهم من الروم، وأشغلوهم عن اتباع من انكشف من الناس، واستقبل النساء من انهزم من سرعان الناس يضربونهم بالخشب والحجارة، فتراجعوا إلى مواقفهم. يعني حتى النساء كانوا في الخلف وهم صار يضربوا الفارين حتى أجبروهم على الرجوع. فقال عكرمة بن أبي جهل: قاتلت رسول الله في أماكن في مواطن، وأفر منكم اليوم. ثم نادى: من يبايع على الموت؟ هذا عكرمة بن أبي جهل. فبايعه عمه الحارث بن هشام وضرار بن الأزور في 400 من وجوه المسلمين وفرسانهم، فقاتلوا قدام قسطاط خالد حتى أثبتوا جميعا جراحا، وقتل منهم خلق كثير، منهم ضرار بن الأزور رضي الله عنه. وذكر الواقدي رحمه الله وغيره أنهم لما صرعوا من الجراح استسقوا ماء فجيء إليهم، فقدم الماء لأحدهم، فسمع أخاه يصيح يطلب الماء، فقال: اسقي أخي. ثم جاء الساقي ليسقي الثاني، فقال: سمع من يطلب الماء، فقال: اسقي أخي. حتى مروا على سبعة فماتوا جميعا، وكل واحد منهم يؤثر أخاه بشربة الماء. ويقال إن أول من قتل من المسلمين يومئذ شهيد رجل جاء إلى أبي عبيدة فقال: إني قد تهيأت لأمر، فهل لك حاجة إلى رسول الله؟ قال: نعم، تقرئه عني السلام وتقول: يا رسول الله، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. قال: فتقدم هذا الرجل حتى قتل رحمه الله. وثبت كل قوم على راياتهم حتى صارت الروم تدور كأنها الرحى مثل الطاحون، فلم ترى يوم اليرموك إلا مخا ساقطا أو معصما مقطوعا أو كفا طائرا في ذلك الموطن. وحملت ميمنة الروم بقيادة قناطر على ميسرة المسلمين حملة شديدة، وكانت في ميسرة المسلمين قبائل كنانة وقيس وخثعم وجذام وقضاعة وعاملة وغسان، فأزيلت عن مواضعها، وانكشف قلب المسلمين من ناحية الميسرة، وركب الروم أكتاف المسلمين وتبعوهم حتى دخلوا معسكر المسلمين، فاستقبلتهم نساء المسلمين بالحجارة وأعمدة الخيام يضربونهم في وجوههم، ويقولن لهم: أين عز الإسلام والأمهات والأزواج؟ أين تفرون وتدعوننا للعلوج؟ فإذا زجرنهم خجل أحدهم من نفسه ورجع للقتال، وقتلوا من الروم خلقا كثيرا. واستشهد في هذه المرحلة سعيد بن زيد رضي الله عنه. وحاولت ميسرة الروم مرة أخرى بشن الهجوم على ميمنة المسلمين، فشدوا على عمرو بن العاص وجنده في محاولة اختراق للصفوف لكي يقوموا بعملية التطويق، فقاتل عمرو رضي الله عنه وجنده في مواضعهم، إلا أن الروم تمكنوا من دخول المعسكر معسكر المسلمين، ونزلت المسلمات من التل وأخذنا يضربن وجوه الرجال المراجعين. وقالت ابنة عمرو: قبح الله رجلا يفر عن حليلته، يفر عن زوجته، وقبح الله رجلا يفر عن كريمته. وقالت أخريات: لستم بعولتنا إن لم تمنعونا. وبذلك ارتد إلى المسلمين عزائمهم. شوفوا يعني نساء المسلمين كم كنا يعني أخوات رجال، وكيف كانوا يقفون في مواقف صلبة يدفعون الرجال إلى القتال وإلى التقدم. حركة القضاء على مشاة الروم. حمل خالد بمن معه من الخيال على الميسرة التي حملت على ميمنة المسلمين، فأزالوهم إلى القلب، فقتل من الروم في حملة خالد هذه 6000. ثم قال: والذي نفسي بيده، لم يبق عندهم من الصبر والجلد غير ما رأيتم، وإني لأرجو الله أن يمنحكم أكتافهم. ثم اعترضهم فحمل بمئة فارس معه على نحو من 100,000، فما وصلوا إليهم حتى انقضى
أو انفض جميعهم.